في هذا اليوم السعيد يسرنا أن ندشن المساعدات الإيوائية من الأمم المتحدة بإدارة جمعية الإصلاح الخيرية المشهورة المعروفة بالوفاء للمجتمع اليمني كله بدون إقصاء أحد. فقد عرفنا عن هذه الجمعية كل خير على طول الفترات الماضية، لن تنحاز لأحد، جمعية صادقة خيرية. ومن هذا المكان نشكر القائمين على هذه الجمعية ونرجو منهم الجهد الكثير والكثير ليلبي حاجات الناس ومتطلعاتهم واحتياجاتهم في هذه الأزمة، كما إننا نهيب بالأمم المتحدة ونهيب بكل الجمعيات الإنسانية والخيرية إلى لفت النظر لهذه المحافظة. ندشن مشروع توزيع المواد الإيوائية الغير غذائية في محافظة الجوف، والتي تستهدف مديريتي الحزم والغيل بمعدل 550 أسرة مستهدفة. يأتي هذا المشروع ضمن دعم الأمم المتحدة ممثلة بمكتب تنسيق الشؤون الإنسانية أوتشا، الذي مول هذا المشروع وتنفذه جمعية الإصلاح الاجتماعي الخيرية. تم اختيار هذه الأسر المستهدفة بمعايير الأسر الأشد فقرا، الأسر الأكثر احتياجا، الأسر النازحة، والمديريات التي تعاني جراء الصراعات والحروب الموجودة. نشكر الأمم المتحدة ممثلا بمكتب تنسيق الشؤون الإنسانية أوتشا، كما نهيب أيضا بمنظمات المجتمع المدني والمنظمات الدولية والكتلة أن ينظروا إلى محافظة الجوف. ندعو رجال الخير وأهل العون إلى الإسهام، يكون هنالك لهم بصمات في هذه المحافظة، لا تنساها الأجيال ولا ينساها التاريخ. نشكر منظمة الأوتشا في مكتب الشؤون الإنسانية بالأمم المتحدة على ثقتهم في جمعية الإصلاح الاجتماعي الخيرية، هذه الجمعية الرائدة التي يثق فيها الأوتشا، مولها بهذا المشروع، مشروع المواد الإيوائية غير الغذائية والمركز الاجتماعي للنازحين. وهناك العديد إن شاء الله من المشاريع في الأيام القادمة إن شاء الله تعالى سترونها بأعينكم إن شاء الله. شكرا لكم جميعا، شكرا لمحافظ المحافظة.